ارحب اولا بالدكتور عمرو بدوي، عضو مجلس اداره الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، ورئيسه التنفيذي في الفتره الممتده من يناير 2006 وحتى يوليو 2013، على هامش المؤتمر تنظيم الاتصالات 2014 الذي تنظمه هيئه تنظيم الاتصالات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر. كان لنا هذا اللقاء القصير معه للاستفادة من آرائه وأفكاره وتطلعاته وما سيطرحه في الجلسات النقاشية القادمة. أهلا بحضرتك يا سيد. أهلا وسهلا فيك. بداية، لماذا تعتقدون بأهمية توفير خدمات البرودباند في الدول العربية؟ الحقيقة أن خدمات البرودباند صارت ضرورة أساسية لأي مجتمع حديث، لأنها تمكن المجتمع من تطوير أدائه من ناحية التعليمية، الطبية، الثقافية، الاقتصادية، في جميع الفروع. وبدون وجود البرودباند يحرم المجتمع من الكثير من التطبيقات التي ستثبت الأيام أنها لازمة لكي تتقدم هذه المجتمعات في بلادنا. إذا تعتقدون أن توفير خدمات البرودباند وشبكات البرودباند حظيت باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة بشكل محدد، ولكن قبل ذلك كانت إلى حد ما ليست بالأهمية الكافية؟ لا، هو الحقيقة أن لم تكن هناك، يعني أن تطور التكنولوجيا التي ساعدت على تطوير الكثير من التطبيقات في المجالات التي ذكرتها أدى إلى ضرورة وجود مثل هذه البنية التحتية التي تمكن من تقديم خدمات البرودباند والتي يمكن أن يتم عمل التطبيقات عليها. وعندنا في مصر اهتمامنا بذلك وقمنا بتطوير خطة للبرودباند وتم نشرها في عام 2011، ونحن نخطو الخطوات الأولى حاليا نحو تطبيقها عمليا في المجتمع المصري. تمام. ولكن برأيكم هل تقتصر فوائد البرودباند على قطاع بعينه؟ أم أن ذلك سينعكس إيجابياً على كافة القطاعات؟ لقد قلت ذلك في رد على السؤال الأول، وأن جميع القطاعات وأهمها في رأيي التعليم والصحة. أما طبعاً هي حالياً البرودباند يستخدم يمكن بشكل واضح في القطاعات الاقتصادية مثل الإي بيزنس، في القطاعات التجارية، ويستخدم في الانترتينمنت، يعني أو إعلام في مثل الأفلام، ويعني يكفي أن نرى أن أكبر قناة تلفزيونية في العالم صارت يوتيوب. يوتيوب يقدم مادة إعلامية بأشكال مختلفة بقدر يمكن ما تقدمه كافة قنوات تلفزيون مجتمعة في العالم. بحكم عملكم في وزارة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات المصرية، وبعد ذلك أو خلال هذه الفترة أو قبل هذه الفترة، عملتم مستشار لعدد من الحكومات والكيانات في فترة تمتد من 1987 حتى 1995. هل مقارنة يعني بطريقة التفكير خلال هذه الفترة، هل تختلف طريقة تفكير الحكومات وصناع القرار الآن؟ أتمنى ذلك طبعا، يعني لكن طبعا حدث تطور في مصر. حدث تطور واضح ابتداء من عام 1999، وحيث اتجهت الحكومة بشكل جدي إلى تطوير قطاع الاتصالات وإلى تحريره، ويعني دخلت كيانات كثيرة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين في مصر. وكان تحرير القطاع الحقيقة له نتائج إيجابية ومردود إيجابي، سواء على الحكومة، على المواطنين طبعا، على المشغلين، وعلى الاقتصاد في مصر بشكل كامل. إذا أنتم مؤمنون بشكل كامل أن البرودباند وخدمات البرودباند يمكنها أن تساعد بشكل فعلي
في النمو الاقتصادي والتنمية المجتمعية. طبعا وهناك يعني إحصائيات من البنك الدولي تقول أن كل زيادة مقدارها 10% في نفاذية الإنترنت في أي دولة تزيد من الناتج القومي بمقدار ما يقرب من 1.4%، وهذا يعني مقدار لا يستهان به. ربما الدكتور عمرو بدوي قد حضر مثل هذه المؤتمرات من قبل خاصة بالبرودباند ونفاذ الإنترنت وأهمية ذلك. كيف تقيمون جهود الحكومات وصناع القرار في الدول العربية بشكل خاص في نشر وتطوير وتوفير خدمات البرودباند؟ هل لا زالت ضعيفة؟ هل لا زال محتاجة المزيد من الجهد؟ أعتقد أننا لا يمكن أن نطلق حكما واحدا على المنطقة العربية ككل، فهناك اختلافات كثيرة بين الدول، ولكنني أستطيع أن أقول أن هناك يعني توجه واضح، وهناك دلائل على أن الحكومات بدأت تعي هذه المسائل الخاصة بالبرودباند والخاصة بالاتصالات، وبدأت في التغيير، ولكن يعني بسرعة مختلفة أو بسرعة استجابة مختلفة. طبعا يعني يمكن نرى أن دول الخليج بصفة عامة تتحرك بسرعة أكبر نتيجة يمكن للظروف الاقتصادية الجيدة الموجودة فيها، نظرا لأن التحرك في هذا المجال يحتاج إلى استثمارات كبيرة ويحتاج إلى يعني دخول عالية لاستخدام هذه الخدمات. في مصر يعني احنا تحركنا من كما قلت من عام 2000 تقريبا، وحدث تطور كبير، واعتقد ان النجاح القطاع في مصر يعني يشير الى ان الحكومه يعني او يعني ان الحكومه في مصر تعي تماما نجاح هذا القطاع وتعطيه الدعم المعقول حتى الان. كما تعلمون دكتور عمرو بدوي أن العنوان الرئيسي أو الفكرة الرئيسية لهذا المؤتمر هو التحديات والفرص التي تواجه توفير شبكات وخدمات الجيل التالي من البرودباند. من وجهة نظركم، هل هذه الفرص وهذه التحديات تنطبق على كافة الدول العربية أم تختلف من دولة إلى أخرى؟ لا تختلف طبعا من دولة أخرى. صحيح. ظروف الدول مختلفة من حيث عدد السكان، من حيث المساحة، ومن حيث تنوع توزيع السكان، فلذلك كل دولة لها ظروفها المختلفة، وعلى الدولة أن تكيف نفسها وتعد الخطط المناسبة لها والتي تؤتي ثمارها في بأقل تكلفة وفي أقرب وقت. نحن نعلم أن الدكتور عمرو بدوي قد شارك في المؤتمر من بدايته وسوف يكون متحدثا في الجلسة القادمة. على أي شيء سوف تركزون كلماتكم ومداخلاتكم خلال الجلسة القادمة؟ الحقيقة الكلمة أساسا تتكلم عن تقنيات المستخدمة لنشر البرودباند في الشبكات الأرضية، ولكنني يعني طلبت من إدارة المؤتمر وقد استجابت مشكورة لعرض تجربة يعني خضناها في مصر في خلال الخمس سنين الماضية، والخاصة بنشر البرودباند في ما نسميه المجتمعات المغلقة أو يعني ما سمعنا عنه صباحا باسم السمارت سيتيز أو المدن الذكية، وما حدث في هذه التجربة والدروس المستفادة منها. والحمد لله أنني أضفت ذلك الجزء لأنني أرى أنه سيكون فيه إجابات كثيرة لبعض الأسئلة التي أثيرت هذا الصباح في البانل ديسكشنز التي تمت. هذا إن شاء الله، يعني نحن منتظرون كلمة حضرتك ومداخلاتك في الجلسة القادمة إن شاء الله لنستفيد منها ونأخذ منها الكثير من الاقتباسات وما نضيفه. يعني في النهاية نشكر الدكتور عمرو بدوي عضو مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر والرئيس التنفيذي للجهاز في الفترة الممتدة من يناير 2006 وحتى يوليو 2013. وأود أن أضيف شيئا، أنني مرشح أيضا لمنصب نائب السكرتير العام أو نائب رئيس اتحاد الدولي للاتصالات، والتي ستجري انتخاباتها في
اكتوبر القادم ان شاء الله. ان شاء الله بتمنى لحضرتك التوفيق ان شاء الله. شكرا. وتشرفنا كتير ان شاء الله. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.